النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيي ليله كله. العلماء هنا قالوا هل اللفظ على ظاهرها يعني ما ينام يحيي الليل كله، أم أغلبه على طريقة العرب في التعبير؟ قولان لأهل العلم. الذي يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيي أغلب الليل، يعني يمكن يحيي 90% من الليل، إذا قلنا من بعد صلاة العشاء 90% من الليل يحييه بهذا المعنى. والإحياء أخت الفاضل، إحياء الليل لا يلزم أن يكون في صلاة، يعني بعض الناس الآن يقول معقول أجلس أصلي من بعد العشاء إلى الفجر؟ لا، هذا فهم مغلوط. إحياء الليل يكون بالصلاة، يكون بقراءة القرآن، يكون بذكر الله، يكون بالاستغفار، يكون بالتفكر والتدبر والتأمل في مخلوقات الله، وأيضا يكون بالتعلق بأسماء الله وصفاته. ينوع الإنسان، يصلي مرة ويقرأ مرة ويذكر مرة ويقوم يصلي مرة ثانية بهذه الطريقة. هذا المقصود، بارك الله فيك.